العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بله، قشتي نشوى ولي رأى الرؤيا مي أبيا بله ولي رأى الرؤيا مي ما لعلم طالبا مفعولين من قبل تما بو رأيك معنى الرؤيا أدا، يعني مثلا رأى يعني لخوابيني، وكن رأيت أحد عشر كوكبا، إنمي يعني نسبة بدا مالي علما، واتا دايني أويك لبو علما، يعني مثلا بو علما هبو بو أمشايا كام علما، خا علما ما نبو مثلا يك مفعول يقر، نعم أو علما يك حالي ويا طالب مفعوليني، طالبي دو مفعول بو من قبل تما وما لي علم جاو أو لي علم تعلق بسبب إن تمايد وهي شعرك هو، يعني ما إن تما لعلم طالب مفعولين من قبله أويك نسبة درا باشا، يعني أويك بيواندي بياكرد بو علمي كطالب دو مفعولة، جاء أويك بيواندي بعلمي طالب دو مفعول أبو بيجي ربو الرأي بمعنى رؤياش أوا رأي بمعنى خو. ولي رأى مفاعل رؤيا رؤ ينمي ما مستفعل لعلم فعيلة طالب مفتعل عولين من مستفعل قبل تما مستفعل ألا إذا كانت رأى حلمية يعني أقر رأى خوم حلم من خوى عربي بالي أي للرؤيا في المنام وبينينا وخوبو أو رؤيا أو وقت تعدت أو رأي تعدت إلى المفعولين تعداك ولد مفعول كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل هل وقت تعداك ولد مفعولك أو علميك ذكرى لوبر وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا نمي إنمي يعني شيء أي أنسب نسبة لرأى التي مصدرها الرؤيا أو رأيك مسلك الرؤيا شي نسبة بما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين أويك نسبة دراب ولا أو علم يك متعدية ولا يدو مفعول ديف أمجر هات وشكر فعبر عن الحلمية بما ذكر يعني تعبير لداوة ولا حلمية للرأي بريخو بما ذكر يعني بو الرأي الرؤيا يتوى ولي أن الرؤيا هات الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير الرأى الحلمية هرشن واقع بمصدر بو غير الرأي حلميش فالمشهور كونها مصدرا لها أما مشهور وايا كالرؤيا مصدر بو الرأي حلمية نقرأي ظاهري ومثال استعمال الرأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى ومثال بو أويك الرأي حلمية تعداي كريو ولاي دو مفعول أم قول الله تعالى كأفرمي إني أراني أعصر خمرا من خوم أبيني كخمر أشيلا يعني أقوشا سيك أراني أراني يك مفعول يكما جملة أعصر خمرا مفعول دوما فلياء مفعول أول وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني جملة ولا مفعول شويني مفعولي دوام دا وكذلك قوله أربو جوريا قولي أم شاعري يروكوشون أو قولي خواي تعالى رآك الرآي حلمي ودو مفعولي قرتوا لشعري أم شاعري جدا الرآي حلمي تيايو دو مفعولي قرتوا أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآوينة أثالا أبو حنش خور مكاتو تلقش خور مكاتو عمار يعني أوانا دينا خوم لخوما خوار مكانه وحربي وآوينة أثالة جاءوا أثالايا لبر وزني شعر أين أويش رعتفة أثاليش ناوينة فريكة يعني أويش خبر مكاته آوينة جار جار يعني آوينة جمعي أوانة وكو مثلا شون زمان أكيب أزمينة أوانيش أكيب أأوينو جادوا أي بعضهم أأوينة أوتن بشه أهم الأبيات آوينة
وتالي يا تؤثل جعل أراهم رفقتي يعني إلا خوما أيان بين مكرفيق خومن أسأله هما ك مفعولي كما رفقة مفعولي دوما أرى فعل مضارع أبو متكلمي وحده هو فعل كي أنا أراهم رفقتي يعني من كأخوم لخوما برفيق خوم يا نبينم حتى إذا ما تجاف الليل تأو كاتي كشو دروات باشا يعني الشو أتوري يوكو بلي بجيمان بيالي وانخزل انخزالة ومنخزل أبي يعني منقطع أبي يعني أبشري نام يعني قالوا كتا إذا أنك الذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا جاء أقوالهم كواتا لو كاتا من واملي دي كالذي وقعوا كسمك يجري أكواتا جريان أرواب وورد بو نوبا آو يعني بو جوي آو آو بخواتاوا بلا بشوكو جاري ببوكو بو ورد بو آو خوارنوا إلى آل بولاي سراب يعني بولاي تراويل كا مثلا شونكي ابنمايا كي بيني وباوي زاني وروي وبوي حالبي ايته فلم يدرك بلالا تريتي نابيني اوامل يدي يعني مثلا من شو خوم دي امانه رفيق من قشيان حد لخوا وقت خوار بوهش يعني حالبي وكو عليك قشت لاي سرابك هيج نابيني وامان بالي سكانيه ام شاهدي إما لسر أو أراهم رفقتيك رؤيتك والرأي رؤياي ودو مفعولي قرتو وكو مثلا رأي بمنا عليمة أبو حنشين يؤرقني وطلقون يعني أبيت مفاعلة مفاعلة فعول يعني بحري وافري معصوب مقطوفة وعمار مفاعيل وآوينة مفاعلة أثالا فعول أراهم رث مفاعيل قتي حتى مفاعيل إذا ما فعل تجاف اللي تجاف اللي أري مفاعيل لون خزلا مفاعلة خزال فعول إذا أنكل مفاعلة الذي يجري مفاعيل لورد فعول إلى آل مفاعيل فلم يدرك مفاعيل بلالا فعول بحر وافري معصوب مقطوفة فالهاء والميم في أراهم يعني هماك المفعول أولا مفعول أولا ورفقتي هو المفعول الثاني ورفقتي يا رفقتي ولواء أمان نسوتي الرفقة بذين لوانا يغيف وآوين أبو حنشي كرسا مبتداو آوين أزمة بالي وأمجارا وفصل بين معطوف الأخير وما قبله بالظرف أعني آوين وهو منصوب على الظرف ويصح أن تكون الواو بمن البائي كما في قولهم أنت أعلم وما لك أي بمالك أو بمعنى مع والمعنى في آوينة أي أسفل باش هو رفقكين هنا أري أها جاك واتا أو أثالة هر زرتين هر أثالة يعني أو مثلا منادي مرخمة تيكي لآخر اللي بوتو بوتا أثالة يسأل لبروز الشعركة إشباعي فتحة كمان ذا وبوتا أثالة إنا أجر عطفة أجر مرفوعة عربي بوصل أوانيت ولي أو رفقي وتمزان أراهم رفقتي هنينا وأمجالة باغي ولي أوي نوتة بلا حركة كينينا واي بلا حر رفقة جميل رفيق بيه رفقش أكريب بروزني فعل أدبيه دقيق أين هردو وزن هنا كان مفعول كان وزن مكسر كان أم رادواي أودي تسرباسي أو أخو إيما أم أفعال القلوب كدو مفعول يعني هيا أتو عين مفعول كان حذف كين يا داني كان حذف كين ودانا كي تربيضينا وبحث لواك أريو ولا تجز هنا بلا دليلي
سقوط مفعولين أو مفعولي تو إجازة ما ليرى ببي دليل يعني ببي قرينة لا تشوني هردو مفعولك يا لا تشوني دانيك يعني إر قرينة بواتو يعني قرينة جنبوناتو عربي ولا تجز مفاعل هنا بلا مفاعل دليل فعول سقوط مفاعل عولين أو مستفعل مفعول هر مفعول وزن لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك ما قدر لي به فمثال حذف المفعولين للدلالة فعشان مثال ما مثلا مثال بيرنو حذف هر دو مفعول كان شن دليل يقيداتك على سري أن يقال هل ظننت زيدا قائما كبرا أو برسالة لأكا فتقول جواب الله ظننت يعني تب مثلا زيدك وقائمك نعيشي أو حاربي إلا جواب سؤالك وقابل فهم التقدير ظننت زيدا تقديرك مثلا ظننت زيدا قائما فحذفت المفعولين تواتي هرد مفعولك وحذف كردوها لدلالة ما قبلهما عليهما شو ما قبلك أنا ذكر سري ومنه قوله قول مشاعرك عليه بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا بكام كتاب يعني بكام آية أم يا بكام سنة تو خوش ويستي أوان بعار أقري لسر منو قماني في أبا يا حسابي بوك وتحسبوا يعني بعاري حسابك يعني أي مثلا يعني تحسبوا حبهم عارا علي بكام دليل شو دليلك هي كمن أو أنا مخوشوي تو مثلا بيجي ولا أو خوشويستي أو عيبة باشا بأي فعول بأي فعول كتاب أما فاعيل بأي فعول في سنة مفاعل بحري طويلة ترى حب فعول بهم عارا مفاعيل علي فعول وتحسب مفاعل أي وتحسب حبهم عارا علي فحذف شاعر المفعولين وهما حبهم وعارا هر كياني حذف كله إلا تحسب وكا وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما شو ما قبل كان ذلك على سري ومثال حذف أحدهما لدلالة سحسب داني كان كريلا بالدلالة لسري أن يقال هل ظننت أحدا قائما في دوائك قائم به فتقول تجري بري ظننت زيدا يعني قائما أي ظننت زيدا قائما فتحذف الثانية دو مكا حذفك لدلالة عليه دلالة لسري ومن قوله قول أم شاعرية كاري ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المحب المكرم علي تو خانمك جيغو بيغي تو للاي من بمنزلي خوشويستيكي ريزلي جيراوا جادو الله فلا تظني غيره يعني غيري اعوى وامن وتم بحاصلي مزان يعني فلا تظني غيره واقعا غيري اوبا واقع مزان اي فلا تظني غيره واقعا فغيره هو المفعول أولا وواقعا هو المفعول الثاني كالبر قرين حذف هو متواجبين أم جار ليرة ولقد نزل متفاعل تي فلا تظن متفاعل ني غيره مستفعل يعني بحري كامل ملمرة مني بمن مستفعل زلة المحب متفاعل بالمكرمي مستفعل بل بحري كاملي ملمرة بل أمجا وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذهب النحويين يعني آمي كما مصنف ذكري كرد هل هو الصحيح من مذاهب النحويين إلا مذهب كان نحوي كان فإن لم يدل الدليل على حذفي لم يجوز أرشتي نبو بيت الدليل بحذفك لم يجوز جائزني لا فيهما ولا في أحدهما نبويك كان درسو نبو أوي كرشا نبو هردو كيان نبو داريك شان فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما منظورا ومثلا تعوان بيجي لحالك تريد ظننت زيدا قائما وهيش قرينيك جنان أم جارة دواي أو بحثي تدلي رامة رحبية باشا أم جارة أليه بحثت المترحة بأوي جاري وهي الظن معناه قولة دا بلام شرائتي هي ويالي وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي
بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وكو تظنو قرار بدا تقولو يعني فعل مضارع بو مخاطب لما دي قول بتظنو معنا كروا إن وليا أقل شرطيك أو تقول وقراري قرتبه لدواي مستفهما به لدواي أداة استفهامه مثلا أتقولوا أعوابيت حرب وليا شرطك ولم ينفصل فاصل نكوتو إلى بين أداة استفهام قولك دا بشتيك أو شتا غير ظرف بظرف قيناك يا بشتيك وكو ظرف وكو جار مجرور يا بشتيك معمول خوي مثلا مفعولك خوي بيت فاصل لبيني أداة استفهامك ولا بيني ماذا قولك أو قيناك بويرا وإن ببعض ذي أقرب بعض آلوانة يعني ظرف كظرف يا ظرف جار ومجرور معمول يعني مفعولك فصلت بيك لوانا فاصل خص يحتمل هل قرأ قيناك أو أخت حالبي فز يا أشياء فاصلة هر نكوي يا أقر كود أو أيك أو بفاصلة وبيني يا ظرف بي يا جار ومجرور بي يا مفعول بي وكتظنج وكتظن وكتظن فعيلة باشا تظن نجعل تقوم مستفعل لو إن ولي مفاعل مستفهما مستفعل به ولم فعيلة ينفصل مفتعل بغير ضر مستفعل فين أو كضر مستفعل فين أو عمل مستفعل وإن ببع مفاعل ضي ذي فصل مفاعل تيحتمل مفاعل حتى قولوا ما دي قول يعني نانا هربوا أشياء مخاطب به جاء وقتها لو معنا بكار بريم القول شأنه إذا وقعت بعده جملة جملة أن تحكى وقال زيد عمر منطلق يعني قول شأني وايا زماني كأجر واقع ببي لدواي أو يعني وقعد يعني لدواي أو جملة يكبير شأني وايا كجملة كبه حكايات كري لدواي قولك وقال زيد عمر منطلق يعني كأنما زيد سياسي عمر منطلق آوايا لا أصلا يا مثلا وتقول توبعجي مثلا زيد منطلق لكن الجملة بعده بلا أو جملة كالدواي وقراري قرتوا في موضع نصب على المفعوليتي يعني محل المنصوب جملة كبسريكو مفعول بو ماذا قولك إذا قال بيا تقول به ولا ويجوز بجواز بوجوبنيا ويجوز إجراؤه مجرى الظن أكريوك وظن شعوي ليبكي أوقت فينصب المبتدأ والخبر مفعولين أوقت هل كان منصوب كام دو خبرك بدو مفعول أوقت نايك مثلا هل كان بيكو خوان جملة كي حكاية كراوبنو لا أصلا ببني يق مفعول نخير هاريك يوكو ما دي ظن شون دو مفعول قريب وش أول يدي كما تنصيبهما ظن ركو شون ظن منصوب يانك والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين مشهور أويك عرب لو موردا دو مذهب يانها أحدهما وهو مذهب عامة العربي كمذهب عام عربة أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط يعني قول بجي ظن إجراء ناكر ما قبل شن شرطية ذكرها المصنف كان مصنف ذكر يعني كلا شرطة جاء بشروط شنة أربعة شوارشر وهي التي ذكرها عامة النحوين عامين نحو كامتين الأول أن يكون الفعل مضارعا أبوالان فعل قبل العربية الثاني أن يكون للمخاطب مضارع كجب ومخاطب به فاتشش صيغة مخاطبة كبيرة لمضارعة وإليهما أشار بقوله اجعل تقول هاوتي تقول يعني أشياء مضارع به ولما دي قول به مضارع به وبمخاطب به فإن تقولوا مضارع وهو للمخاطب مخاطب به الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهامين أبي استفهامك اللي بيشو به وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به الشرط الرابع شرط شوارم ويا أن لا يفصل بينهما يعني شي بينهما أي بين الاستفهام والفعل لبين استفهام فعل قولك فاصلا بغير ظرف ولا مجرور ولا مفعول الفعل أبو سيانا فاصلا كذا نبى ظرف نبى مجرور نبى معمول فعل مفعول فعلك فإن فصل بأحدها أقبيك لو أنا فاصلك ولم ي فإن
فصل بأحدها بيكل ولم يضر زلريني. زلريني. هذه. وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك. مثال يكبو أويك هم شرتكاني تيابا أم قسيتوك علي أتقول عمرا منطلقا، يعني أتظن عمرا منطلقا، مثلا عمر مفعول يكم ومنطلق مفعول دوما، فعل ملارعة كيش لما دي قوله وملارعة مخاطبة أداد استفهام شاوسري وفاصل شهر نكوتا أصلا، فعمرا مفعول أول ومنطلق مفعول ثاني. ومن قوله قول مشاعر متى تقول القلص قلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسم. عندما أم قاسم هذه الخانم يقبوك لطائفة وقبيلة يقبو وقاسم كوربي بو وباباوشي وبو خوشي بيستو علي تو كي قمان بيك قلص الرواسم يعني وشترت الرواكان يحملن هل قرن أم قاسم وقاسم هل قرنو يعني لم هوار بو هوار بقوزنو كيو قمانة فعل شعرك بحر الرجزة قلص مفعولي يكم قلص جمع قلوصة رواسم مفعولة دوما كيتي جاء ننا إجازة بها رواسم صفة قلوصة كيا يحملنا أبيتا جملة كبسريك ومفعولة بو مفعول دوما بو تقول. فلو كان الفعل غير مضارع نرفع لك مضارع نبوك قال زيد أمر مطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء بل أمانه إتل قولك أو دو مفعولة منصبناك. أما وكذا إن كان مضارعا هل بجر أجا مضارع يشبه المنصوب ناك ولا بغير تاء ببيت يعني بو مخاطب نبي أشابي تابع شون أجا وقت وابتي وبو غائب يشبه بو مؤنس أو شل نحو يقول زيد عمرو منطلق أو لم يكن مسبوقا يا بو مخاطب ولا مسبوق باستفهام نبي أو وقت جنة وكو أنت تقول عمرو منطلق أو سبق باستفهامين يعني مسبوق باستفهام ولكن فصيل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له مثلا فاصلك ويبا فاصلك وفاصلك نزرف به نجار ومجرور به نمعمول به لبو فعلك وكو أأنت تقول مثلا أنت لواء مبتدا أأنت تقول زيد منطلق لواء بمقرار بفي أشتان إما قلت ما دروزنيا بل أأنت تقول زيد منطلقا فإن فصل بأحدها ولأقر فاصلة بيك لو سيانب لم يضر زررينيا مثلا فاصلة بزربوك أعندك تقول زيدا منطلقا هالي وفاصلك عندك زرفة يا أفي الداري تقول زيدا منطلقا يا أعمرا تقول منطلقا كعمرا كمفعول تقولك ببيشكوت. ومن قوله قول مشاعر أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين آية يعني أتقول بني لؤي جهالا يعني تو آية قمان أبيك بني لؤي جاهلا قشتيان لعمر أبيك بسري بابد لعمرك قص يعني سوين دم بسري بابد أم متجاهلين يا تقول بني لؤي متجاهلين يعني خوان دا على جهل أول باشا رنق بحري وافري معصوب مقطوف بأما أجهالا مفاعيل تقول بني بل مفاعلة لؤي فعول أستا فبني لؤي مفعول أول وجهال مفعول ثاني. وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز النصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول هر زمان كشرتكان أو شرت الذكر كراوانا هات ندي جائزا مبتدأ وخبرك منصب بمفعول وتقول سأتقول زيدا منطلقا يا وجاز رفعهما أشتواني مرفوعين على الحكاية هر وكو خوي تشاوي لك يعني واجبني أخوته حتما بخيت سر ظن تقول أتقول نحو أتقول زيد منطلق موفق بإن شاء الله يا وما سبد ومكش يعني ليلة ولا أتوتشت بين تاز وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة بلا قول للاي سليم بمطلقي وقزنا يعني ببيه شرط حال قول وقزنا إجلاء كريعة أو شرطانينية مثلا ماضي بي ملارع بي غائب بي مخاطب بي كارينية وكو قلت وبيجة ذا مشفقة أو مشفقة ونفر أو أمريشة ذي ذا مفعولية كما مشفقة المفعولي دوما وأجري المفاعل قولك ظن مفتعل باشا
مطلقة مفاعل، عند سلي مفتعل من نح وقل مستفعل، ذا مشفقة مستفعل. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول لما دي قولا مذهب دو مكاكوتي، وهو مذهب سليم، مذهب قبيلي سليمة، أوان فيجرون القول مجرى الظن في نصف المفعولين مطلقة، يعني قول إجراء كان بمجرى الظن لنصف دو مفعول كابا مطلقي، أي سواء كان مضارعا أم غير مضارعي، وجدت فيه شروط المذكورة أم لم توجد شتكان بنيانه، وذلك نحو قل ذا مشفقة، وذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثان. ومن ذلك قوله قالت يعني أجنودي وكنت رجلا فطينا ومن بيارك زيرك بوم، هذا لعمر الله إسرائيل، قال لتي أما يعني قماني برد، أما بذاتي خوا أما إسرائيل يعني إسرائيل حالبي إسرائيلية، أو نبدل لبري لام وهذا استا، وهذا مفعول أول لقالت، وإسرائيل مفعول ثاني. جايس كاني أولي وبني سليم مثلا ما دي قولي وقزن إجراء كردوا لحركة نمضارعة نمخاطبة نأداتي استفامي بس ريش كام لوانيني أبزاي أو إسرائيلي شون لداوتو إسرائيل، وفيه حذف حذف تقديره هذا ممسوخ إسرائيل أي بني إسرائيل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه وأشبعت حركة النون بالألف إسرائيل، ولا عمر الله معترض بينهما أما جيب ونكر وكاو إسرائيل نبوشي بلى ولي واحد من لا مكيكرا، ولا قال هو عربي صاد ضبا، صاد ضبا يعني أو شبير مار ميلك ويقول كان سوسمار، سوسمارك راو كردبو وأتى به إلى امرأته هنا وبلا يجنكي، فقالت له جنكي وتي هذا يعني أم سوسمارك توكش، وأشارت إليه إشارة لعمر الله إسرائيل، يعني شيء إسرائيل أي ما مسخ من بني إسرائيل، يعني كسك لو مسخ شداني بني إسرائيل أما كزو خاكر دوني بمعنى، وإسرائيل بالنوني 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 لغة في بني إسرائيل باللام كواتا وبو إبدالة، يعني نون لجيقي لام ينراوة الحروف إبدالة، أتواني ما كيبا نمونة شون جاري وهي بإنسان دائما نبو مثال بو أوي كوان نون هات بيت جيقي لام، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، قالت وكن مستفعل ترجلا بريض ترجلا أري ترجلا فعيلة فطينا فعلوان بحر رجزة، هذا لعم مستفعل رالله اسم مستفعل رائينا مفعول ما وفعوا إن شاء الله.